الحمد لله الذي حض على التقوى ووصى وأحاط بكل شيء علما وأحصى خلق الإنسان في أحسن تقويم ما ترى في خلق الرحمن تفاوتا ولا نقصا وفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الأمم كما هو مذكور في القرآن قصصا أحمده سبحانه وتعالى حمدا أكون برحمة منه مختصا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له ولا ضد ولا ند له ولا مكان ولا جهة له مهما تصورت ببالك فالله لا يشبه ذلك وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا وبلسم جراحنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه الذي صار بالشفاعة العظمى مختصا اللهم صل وسلم وبارك وأعظم وأنعم وأكرم على سيدنا محمد النبي الكريم ذي القلب الرحيم وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما وعظ واعظ وبالتقوى مرشد أوصى أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في كتابه من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إخوة الإيمان والإسلام إن الله تعالى بعث الأنبياء رحمة للعباد إذ ليس في العقل ما يستغنى به عنهم لأن العقل لا يستقل بمعرفة الأشياء المنجية في الآخرة ففي بعثة الأنبياء رحمة من الله تبارك وتعالى وحتى لا يكون لهم يوم القيامة حجة بأن يقولوا ما أرسل إلينا نذير فجعل الله في بعثة الأنبياء حجة قائمة على الخلق يوم القيامة وقد أيد الله تعالى الأنبياء
بالمعجزات الباهرات لتكون دليلاً على صدقهم وصدق دعوتهم، وهذا يقوم مقام قول الله تعالى: صدق عبدي في كل ما يبلغ عني. والمعجزة أمر خارق للعادة يظهر على يد النبي موافق للدعوة سالم من المعارضة بالمثل. أمر خارق للعادة، أي بحسب العادة لا يكون ولا يحصل، كما حصل مع قتادة بن النعمان والذي قلعت عينه يوم بدر وسالت على خده، فأرادوا أن يقطعوها له، فقال رسول الله: لا تفعلوا. فدعاه فغمز حدقته براحته وردها مكانها ومسح عليها، يقول قتادة: فوالله ما عدت أدري أي العينين أصيبت. أمر خارق للعادة. أما ما كان من الأمور الغريبة العجيبة كالطائرات والصواريخ الفضائية فلا يسمى هذا معجزة، وما يظهر من خوارق العادات على أيدي الأولياء والصالحين لا يسمى معجزة أيضا، وإنما يسمى كرامة. ومن ذلك ما حصل لسيدتنا مريم بنت عمران عندما هزت جذع النخل اليابس فاخضر بقدرة الله عز وجل وأثمر وتساقط عليها الرطب الجني. هذا الأمر الخارق للعادة ظهر على يد مريم عليها السلام، إنما يدل على حسن اتباعها لنبي زمانها وعلى صدق نبي زمانها. لذلك قال العلماء: كرامات الأولياء معجزات للأنبياء، فما يحصل على أيدي أولياء هذه الأمة من كرامات تعتبر أيضاً معجزات لسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. والذي أعطي أعظم المعجزات وأكثر المعجزات، قيل بلغت في حياته 3000 معجزة، ومن أعظم معجزاته القرآن الكريم، والذي هو معجزة مستمرة إلى يوم القيامة، تحدى به العرب البلغاء الفصحاء، تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن فما استطاعوا، تحداهم بعشر سور فما استطاعوا، تحداهم بسورة واحدة فلم يستطيعوا. الله تعالى حفظه من التحريف والتبديل والتغيير بعد 1400 عام
ما زال كما تلاه النبي صلى الله عليه وسلم، ما زال معجزة يعجز الأدباء والبلغاء والفصحاء أن يأتوا بشيء من مثل هذا القرآن. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام ما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: عطش الناس يوم الحديبية ما عاد عندهم ماء، فأقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يديه ركوة ماء، أي وعاء صغير يتوضأ منه. فلما أقبلوا عليه قال: ما لكم؟ قالوا: يا رسول الله، ليس عندنا ما نشربه ولا ما نتوضأ به إلا ما بين يديك. فما كان من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا أن وضع يديه في الركوة، فجعل الماء ينبع من بين اللحم والعظم، فشرب الناس وتوضأوا وملأوا أوعيتهم. قيل لجابر: كم كنتم؟ قال: والله لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 15 مئة. لو كانوا 100,000 لكفاهم ذلك الماء الذي نبع من بين أصابع النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا يقول بعض المادحين: وأفضل المياه ماء قد نبع بين أصابع النبي المتبع. هذا أطهر ماء يا أحبابنا. وأما غير نبينا عليه الصلاة والسلام فقد حصل لموسى عليه السلام أن ألقى عصاه فانقلبت بقدرة الله ثعباناً حقيقياً، فأكلت جميع ما ألقى السحرة، فخر السحرة ساجدين وقالوا: آمنا برب موسى وهارون، لأنهم عرفوا أن هذا ليس سحراً إنما هو معجزة، لأن السحر يعارض بسحر مثله، وأما المعجزة فلا تعارض، لا يستطيع أحد أن يأتي بمثل معجزة النبي، لا يستطيع أحد أن يفعل ويتحدى معجزة النبي. وهذا نبي الله صالح عليه السلام، قال له قومه: إن كنت نبيا مبعوثا إلينا بالحق لنؤمن بك، أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة وفصيلها، أي وابنها. فأخرج لهم من الصخرة الصماء ناقة مع ولدها، فآمن من آمن وكفر من كفر. كذلك عيسى عليه السلام كان في زمانه الطب مشهوراً، كانوا تقدموا في علم الطب، ولكن ما كان يوجد من يستطيع أن يبرئ الأكمه أو الأبرص. الأكمه أي الذي ولد أعمى، هذه الحالات كانت تعتبر حالات لا شفاء لها. فسيدنا عيسى عليه السلام كان يمسح على الأعمى فيبرأ بإذن الله، ويمسح على الأبرص وهو الذي في جسده بقع بيضاء مستبشعة
فتذهب لفورها بقدرة الله. وأما محمد عليه الصلاة والسلام نبينا أعطي أعظم من ذلك، مع أن عيسى عليه السلام أعطي أيضا إحياء الموتى، كان يدعو الله فيعود هذا الميت إلى الحياة بقدرة الله عز وجل. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: ما أعطى الله نبيا مثل ما أعطى محمدا. فقال السائل: أعطي عيسى إحياء الموتى؟ قال: أعطي محمد حنين الجزع فذلك أعظم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستند حين يخطب إلى جزع نخل يابس، فقال له بعض الصحابة: لو عملنا لك منبرا، فقال: اعملوا إن شئتم. فعملوا له المنبر، فصعد المنبر فبدأ بالخطبة، فسمع الحاضرون صوت أنين وبكاء كبكاء الطفل الصغير، فتتبعوا المصدر فإذا هو جزع النخل اليابس يحن ويئن ويبكي لفراق النبي عليه الصلاة والسلام. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم والتزمه حتى سكن، وقال: والله لو لم ألتزمه لبقي يئن إلى يوم القيامة. صلى عليك الله يا سيدي يا رسول الله. أعطي أعظم المعجزات وأعطي أكثر المعجزات، ونحن لأجله صرنا أفضل الأمم، فالحمد لله أن جعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن يسقينا من حوضه، وأن يحشرنا تحت لوائه، وأن يجمعنا به في أعلى عليين، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، إقراراً بربوبيته وإرغاماً لمن جحد به وكفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانه تنزه ربي عن سائر صفات البشر، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي المعتبر سيد البشر. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. ولإخواننا الذين لا يتكلمون العربية نوجز لهم بعض الذي ذكرنا بالإنجليزية. Dear brothers in Islam, today's khutbah is about the miracles of the prophets. Allah subhanahu wa ta'ala sent the prophets as a mercy to the slaves, because one on his own won't be able to know the matters that will save him in the hereafter. So in sending the prophets, there is a great mercy from Allah subhanahu wa ta'ala. Also, Allah supported the prophets with miracles that reveal their truthfulness. These miracles stand as strong proof that this person is truly a prophet of Allah. In fact, there is no prophet who had no miracle. Out of all the prophets, Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was given the best miracles. In defining the miracle, the scholars said, it is an extraordinary action that happens to the Prophet. It supports his claim and cannot be imitated. By saying it is an extraordinary act,
We know that what is strange and marvelous is not classified as a miracle. So the airplanes and the rockets are not called miracles. Once Qatada, the son of An-Nu'man, during the Battle of Badr, was hit on his eye. It dangled out on his cheek, and they were about to cut it out for him. The Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Don't do this." He called him and he pushed his eye by his honorable palm to its place and wiped on it. Qatada said, "I swear to God, after the Prophet wiped his honorable hand on my eye, I became unable to recognize the eye that was hit." This is an extraordinary act. It happens to the Prophet because the extraordinary act that happened to the righteous Muslims is not called a miracle. Rather, it is called a karama, like what happened to Our Lady Maryam alayha salam, when she shook the trunk of dead palm tree, and by the power of Allah, it turned green instantly, and moist dates fell onto her. Also, it supports the claim of the Prophet, and it cannot be imitated. For that reason, when the sorcerers that were gathered by the Pharaoh of Egypt to challenge Prophet Musa alayhi salam threw their staffs and ropes, and they affected the eyes of people that they thought they were real snakes, Musa alayhi salam threw his staff. It turned in reality to a huge real snake, and it ate everything they have thrown to the ground. Upon seeing this, the sorcerers made a prostration. They said, "We now believe in Allah, the Lord of Musa and Harun." They believed because they recognized that this is a miracle. It's not a type of sorcery that they practice. Also, Prophet Isa alayhi salam, Allah gave him many miracles, some of which are reviving the dead, curing the one who is infected with vitiligo disease, with white patches on his body, and also the one who is born blind, which was classified as untreatable. Prophet Isa alayhi salam used to cast his honorable hand on his eyes and he would become able to see. All these miracles stand as strong proof that those prophets are sent by Allah truly, and their message is a truthful one. As for Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, he was given the best miracles. It was said to Imam Shafi'i radiallahu anhu when he said that for every prophet that Allah subhanahu wa ta'ala supported with miracles, Allah gave Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a better one. They asked him, "What about reviving the dead that was given to Prophet Isa alayhi salam?" Then Imam Shafi'i said, "Allah gave Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam the miracle of the mourning of the dead palm tree when it mourned for the absence of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, because the Prophet used to lean on it before they made the pulpit for him. When they made the pulpit for him, he went up and started the speech. Everyone present heard crying and weeping as a little child. When they traced the source, they discovered the trunk of dead palm tree was crying and mourning for the Prophet sallallahu alayhi wasallam, longing for the Prophet. The Prophet came down and gave it a hug and cuddle until it settled down. Then the Prophet sallallahu alayhi wasallam said,
I swear to God, had I not given her this cuddle and hug, it would continue crying until the day of judgment. This is way greater than the miracle that Allah gave and supported Prophet Isa alayhi salam with. We ask Allah Azza wa Jal to gather us on the day of judgment under the banner of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, and to assemble us with him in the highest levels of paradise. Ameen. وَعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُمْ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ فَقَالَ رَبُّنَا وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا همّا وكربا إلا فرجته بفضلك يا رب العالمين يا الله اللهم ارفع البلاء عن المسلمين في العراق وسوريا ولبنان وفلسطين وفي كافة بقاع الدنيا يا رب العالمين يا الله اللهم هذا حال أمة محمد لا يخفى عليك فحول الحال إلى أحسن يا رب العالمين يا الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ونصرته وأرنا الباطل باطلا وارزقنا محاربته واجتنابه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا ميمونا اللهم اجمع على الحق كلمتنا ووحد صفوفنا يا رب العالمين يا الله اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك اللهم يا أرحم الراحمين نحن فقراء إلى رحمتك وأنت غني عن عذابنا فاغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا الله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع مجيب الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة